أستاذ وضاح، كان من الملفت البارحة متابعة حركة سهم أعمار في ظل البيانات المالية التي كانت قد صدرت لهذه الشركة للربع الثالث. أرقام جاءت أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تحدثت عنها رويترز، ولكن الأسواق تفاجأت بأنه السهم لم يتفاعل بالشكل المناسب ربما لهذه الأرقام. لماذا برأيك؟ الحقيقة أولا السهم ارتفع كبير من بداية العام إلى قبل إعلان النتائج، ارتفاعات متواصلة. الموضوع الثاني كان كما ذكرنا أنه أسواق الإمارات ارتفعت بحدود، سوق دبي ارتفع بالذات بحدود 80%. مع ذلك مكرر ربحية لا يزال مكرر مقبول، يعني إذا ما قورن بمكرر السوق السعودي أقل من السوق السعودي تقريبا، احنا 13.5% 13.5 مرة مكررات ربحية كأسواق إمارات، إذا ما قورن بالسوق السعودي أكثر من 16 مرة. صح. يعني مع هذه الارتفاعات اللي حصل قفزة سعرية، خلقت فجوة فنيا خلقت فجوة. أغلق قبل يوم النتائج ب 12 من نهاية الأسبوع 6.12، فتح 6.32 وصل 6.35. فهذه فنيا عادة تحصل، أما عملية تحفز مضاربين لإغلاق هذه الفجوة يعود ثم يعود للانطلاق مرة ثانية. عملية في اعتقادي عملية مضاربية بحتة، لكن على المدى البعيد يعتبر عمار سهم استثماري من الطراز الأول، خصوصا مع المشاريع الجيدة اللي أخذها. بالنظر إلى أرباح عمار، 46% كانت للعقار، نتحدث عن حوالي 54% كانت مجزأة ما بين الريتيل الهوسبيتاليتي والإنترتينمنت، بينما كان 10% للعمليات الدولية. إذا ما ألقينا نظرة على هوامش الربحية، دائما الأفضل هي كانت من نصيب التجزئة، الضيافة والترفيه، بعكس ربما المحفظة العقارية. كيف تفسر هذه الهوامش؟ الحقيقة في فترة هدوء ونوع من الانخفاض العقار من 2008 بدأ تشكيلة العقار، بدأت القطاعات غير العقارية في أعمار تتفوق في تشكيلة الإيراد الكلي. الإيراد الكلي لحد السنة الماضية كان القطاعات غير العقارية تتفوق على القطاع من حيث الإيراد على القطاع العقاري، الإيرادات الناتجة من التطوير العقاري أكثر بحدود من 52% تقريبا. وهذه السنة نتيجة التحسن التدريجي في القطاع العقاري والتطوير العقاري عاد مرة ثانية واحتل الوضع الطبيعي بالنسبة لأعمار 46%. لكن النقطة الأساسية بقاء المساهمة الجوهرية التي يساهم فيها قطاع التجزئة بحدود 30%، 30.5%. قطاع التجزئة اللي هو طبعا على الأكثر دبي مول اللي صحيح. مساهم فيه هذه النسبة 30% من إجمالي الإيراد اللي هو أكثر من 7 مليار على مدى التسعة أشهر. 14% الباقية هي من قطاع الضيافة، وال10% من العمليات الدولية. هذه التشكيلة الحقيقة على الرغم من أنه مهمة جدا، إلا أنه في نفس الوقت تقلل مخاطر أعمال التشغيلية نتيجة هذا الانسجام اللي خلق هو الحقيقة من بداية 2004 تقريبا، اللي حصل حمى إعمار قياسا ببقية المطورين العقاريين في المنطقة. أنا أكيد اللي جزء من أرباح أعمال لأنه بضل بدبي مول على كل ظن كل دبي بدبي مول ودول الخليج. نعم. دعنا نتحدث الآن عن موضوع آخر، البادجت التي كانت قد طرحتها الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة 140 مليار درهم إماراتي على 3 سنوات، نحن نتحدث 2014-15 و16. صحيح. للعام القادم 46.2 مليار. لفتنا نقطة أنه سوف يكون هناك حوالي 21% من أصل السوشيال ديفلوبمنت، يعني من صرف الحكومة على التطوير الاجتماعي على الهاير اديوكيشن، يعني على التعليم العالي. يعني هذا يعبر عن قناعة يعني القيادة السياسية برأس المال البشري. هذه رسالة واضحة ومفتوحة للجميع أنه لا تطوير في أي مجال من مجالات الحياة بدون تطوير رأس المال للبشري. الحقيقة في 2014 46.2%، اللي هي تمثل على موازنة 3 سنوات تمثل ثلث الموازنة في 2014 33%. 50%
51% عفوا من الموازنه من 46.2 هذه رايحه على السوشيال ديفلوبمنت، منها تقريبا اكثر من 9.8 مليار على الهاير اديوكيشن. الحقيقه السوشيال ديفلوبمنت يضم مواضيع عديده، لكن اهم ركيزه من الركائز هي موضوع التعليم وتطوير راس المال البشري، لان قياده الاقتصاد، قياده الدوله، قياده مرافق الحياه بمختلف تفاصيلها هي تأتي من رأس المال البشري، ويجب أن يعد إعداد متميز. الحقيقة ضمن أيضا هناك برنامج للمتميزين، يعني ليس فقط للتعليم العالي وإنما للمتميزين أيضا هناك موازنة. طبعا لم تغفل الموازنة النقاط الأساسية اللي هي في اعتقادي شكلت الصحة، شكل أيضا حصة مهمة جدا من أكثر من 3.7 مليار على 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 الصحة. دائما ما أسمع بأنه بيقولوا لك استثمر بالقطاع البنكي، كيف قرأت قطاع البنوك بياناته لهذا الربع الثالث مع التفاوت بأداء هذه البنوك؟ الآن أصبح يعني هذا للسنة الثانية على التوالي، إحنا يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع بالنصف الأول، النصف الأول تكلمنا أنه أرباح البنوك هي ليست على مستوى واحد متباينة، وهذا الربع هو أكد هذا الموضوع. في بنوك مثل الشارقة الإسلامية أعتقد كانت الأرباح متواضعة، دبي التجاري كانت فلات، الإمارات دبي الوطني 21%. لاحظي الفجوات. فبالتالي من يرغب في الاستثمار في القطاع المصرفي عليه أن يتأكد من نوعية الاستثمار التي يرغب بها، قصير وطويل، ومعدل العائد المتحقق من الأرباح خلال الفترات الماضية. مع قطاع العقار دائما ما تتجه الأنظار إلى قطاع الإسمنت وشركات الإسمنت، لأنه دائما أي تطوير عقاري بيكون فيه ربما يأخذ قطاع مصاحب، قطاع مصاحب مرافق. نعم، كيف قرأت هذا القطاع بياناته التي برأي البعض وأنت منهم هو متواضع إذا ما قرن بالقطاع العقاري؟ يعني ما أعرف أنه في إرادنا جلسة خاصة على قطاع الإسمنت، وحتى تكون جلسة موضوعية يمكن بعض ممثلي الشركات يجب أن يكونوا حاضرين، ولكن مع الأسف يعني من قراءة الكشوفات المالية المعلنة الحقيقة الأرباح متواضعة، ولا نعرف حتى يعني على سبيل المثال إذا اطلعت على إسمنت رأس الخيمة الأرباح كانت 653 ألف، يعني أرباح تعتبر متواضعة قياسا بمبيعات 182 مليون. 182 مليون تكلفة الإيراد 94%، يبقى جروس مارجن مجمل الربح 6%. يعني في يحتاج الموضوع يحتاج الى ايضاح. عندك تصدير للسعودية، عندك طلب عالي على الاسمنت، يعني الموضوع من ناحية التشغيلية اعتقد يحتاج الى تفسير من اصحاب الشأن. ضروري أن نعرف ماذا يحصل في قطاع الإسمنت. بعض الشركات أداءها جيد يعني، ولكن أنا جبت مثال على أنه رأس الخيمة، الإسمنت رأس الخيمة، يجب أن يكون هناك توضيح لهذا الموضوع. نعم، وأشكر لك هذه المشاركة معنا اليوم السيد وضاح طه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. شكرا جزيلا. شكرا. ولننتقل